السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله المحاضرة النهاردة مش طويلة وما فيهاش اكسبريشنز كتير، ما فيهاش يعني ترمينولوجي كتيرة، وداخلة في صلب موضوع جميل جدا. معاكم المهندس القاضي في المحاضرة رقم 30 في الكورس كله على بعضه، يعني 10 في 20 في المرحلة الأولى و30 في المرحلة أو 20 و10 في المرحلة الثانية، في سلسلة محاضرات وسلسلة لقاءات باسم هي رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر، خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. الحقيقة احنا اتكلمنا في يعني ولله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، الكلام كله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بنتكلم على اساس احنا مش مدير مشروع دولي، ان انت مش في مصر، لا، ان انت في اي مكان في العالم بالحاجات اللي احنا سمعناها مع بعض، بالحاجات اللي احنا شفناها مع بعض، ان شاء الله يقدر يدير مشروع في اي حته. وزي ما اتفقنا كانت اهم حاجه احنا بنقول عليها ايه؟ لانجوج ثم لانجوج ثم لانجوج. تاني حاجة 4 5 سنين لازم تعرف يعني ايه مانجمنت، بروجكت مانجمنت او كوربريت مانجمنت او بروجرام مانجمنت او بورتفوليو مانجمنت. فاحنا اتكلمنا كله قبل كده وفي حاجات فاتت كانت جميلة جدا. موضوعنا النهارده موضوع هام جدا جدا بعنوان ايه؟ Developing a major contracting company and saving it from complete collapse. تطوير شركة مقاولات كبرى وانقاذها من الانهيار الكامل. الحقيقة ده موضوع حصل معانا فعلا، يعني الكلام اللي هنتكلمه النهاردة ده اللي حصل وعملناه ونفذناه من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني انا مش هذكر طبعا اسماء ولا هذكر اي حاجة، لان طبعا دي حاجات يعني ايه، بس انا حبيت يعني اقرب لذهنكم ان احنا ليه المفروض نعرف اداره المشروعات. اداره المشروعات يعني لما الشهاده طبعا بيتر طبعا تبقى واخد شهاده، يعني كنت تاخد بي ام بي، كنت تاخد بلس 2، كنت تاخد اي بي ام اي، او في شهاده ثانيه برضه، يعني برضه في امريكا برضه. المهم موضوع النهارده بقى ايه؟ هنتكلم مع بعض على فكره، يعني النهارده هيبقى في كلام بينا ومشكوك حاجه كلهم 20 22 سلايد، يعني مش موضوع كبير. النهارده ان شاء الله هنفتح المايكات ونتكلم مع بعض، لان هي محتاجه ان احنا ايه نبقى مع بعضنا يعني. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع بالظبط ان احنا عندنا اولا نقول الاجنده الاول، الاطار العام، مراحل الدراسه. النقطة الثانية بعرض الموضوع. النقطة الثالثة الدراسات المبدئية المطلوبة. زي ما انتم فاكرين يعني احنا النهارده اللي احنا بنعمله، احنا عندنا مشروع لاصلاح شركة مقاولات. يعني ده المشروع بتاعنا. يعني ده مشروع هيبقى فيه الفور فانكشنز اوف مانجمنت، بلاننج، اورجنايزنج، ليج، وكنترول. وهنستخدم فيه نفس الريسورسز اللي هي ايه؟ مان باور، ماتيريال، ماشينري، وماني. خلاص كمشروع يعني احنا المشكله، المشروع اللي عندنا هو عنوانه التايتل بتاعه اصلاح شركه مقاولات واعادتها الى حاله انها تستمر وتبقى يعني ايه يعني ترجع تاني احسن من الاول كما احسن. فدلوقتي دي الاجنده بتاعتنا، الدورات المبدئيه المطلوبه. 4 أولويات تنفيذ الدراسات المالية والفنية للمجمع المشاريع. ودي برضو يعني إيه اللي عايز أقول لكم إيه؟ إن مفيش إدارة فنية بتوقع شركة على فكرة. عايز أقول لكم اللي بيوقع الشركة يا إما التوب مانجمنت بتاعها بصرف النظر بقى. يعني لو هو ما يعني ما جابش ناس محترفة تدير له المكان وناس دارسة وناس عندها خبرة. يعني ما يختارش اهل الثقه وبس،
طبعا كويس ان يبقى في اهل ثقه يعني، لكن المفروض ان يبقى ايه؟ اهل الرؤيه واهل الخبره. خلاص. والواقع على المشروع برضه الاداره الماليه، والاداره الماليه في المقام الاول، ثم الاداره العامه بقى، الاداره يعني هي كل الحاجات بقى اللي هي خاصه باداره المستندات، الكلام كله ما هو الاخر يعني. انما تكنيكالي اي مهندس، اي مهندس بيجي لو هو مش كيبابل بيتقال له متشكرين منك على طول يعني، او لو يعني باي شكل من الاشكال. انما عاده بالاداره اللي هي الاداره الماليه هي اللي بتبوظ المشروع او بتبوظ الشركه او بتبوظ اي حاجه. طب اولويات خطوات تنفيذ الدراسه الماليه والفنيه المجمعه للمشاريع هنتكلم عليها. الخطوات والشروط لتنفيذ خطه التطبيق، ده قلنا بلاننج اورجنايزنج ليجل كنترول. وفي ايه المراحل بتاعت المشروع اللي احنا هنتكلم عليها بتاع اللي هي الايه؟ السبع مراحل، البري فيزيبيليتي والفيزيبيليتي والديزاين والبروكيورمنت والكونستراكشن، وبعد كده الايه البروجكت كوميشننج والبروجكت ايه كلوز اوت. يعني احنا بنتعامل معاها لانها مشروع في ايدينا. وفي نفس الوقت هنعرف برضو يعني ايه اداره بورتفوليو او اداره بروجكتس. احنا بنتكلم على حوالي 19 20 مشروع تقريبا، من ضمنهم 11 ممولين بمجهود. دي مشكله. طيب الموضوع ايه المشكله اللي عندنا؟ الاطار العام ومراحل الدراسه لتطوير شركه مقاولات كبرى لديها مشكلات كبيره شبه اللي عليها بالكامل. دي فعلا كانت شركه قديمه وموجوده بره يعني. يعني موجوده مش في بلد من بلاد العالم العربي اللي احنا اشتغلنا فيها مده يعني، فيها خمس ست سنين. المهم شركه مقاولات وقعت ومع شركه كبيره جدا مع البنك، وخلاص وصلت لمرحله ان هي ايه هتقفل خلاص. طيب وعندها فعلا مشاكل تؤدي لانهيارها بالكامل يعني، ودي حقيقه مش 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 كلام يعني، او مش خيال او مش افتراض، فعلا ده اللي حصل. طيب ايه هو الموضوع بقى؟ عندنا شركه كبيره وعريقه يعني، مش شركه كبيره شغاله بقى لها مثلا اكثر من 20 25 سنه، خلي بالك شركه كبيره وعريقه تعرضت لمشاكل ماليه مع البنك ستؤدي الى انهيار الشركه. يعني البنك مولاه 11 مشروع ودايما خلي بالنا برضو يعني دايما في خطا يعني دايما بيتقال في شركات المقاولات، يقول لك اصل احنا مشكلتنا فلوس. لا، عمر المشكله ما هي فلوس، مش ما هي فلوس المقاولات. وبرضو ده تعريف يعني ما اعرفش احنا قلنا عليه قبل كده ولا لا، المقاولات اداره اموال الغير خلاص، ما هياش اداره اموالك انت لوحدك يعني. انت قوتك، قلنا الكلام ده قبل كده، قوتك شركه المقاولات قايمه على ايه؟ طبعا على الطقم بتاعك اللي بيدير، وقايمه على الموردين بتوعك يقدروا يصدوا معاك لغايه فين؟ على السب كونتراكتورز بتوعك هيقدروا يشتغلوا معاك لغايه قد ايه؟ لان انت اي مشروع في الدنيا في الاول يعني تمام كان بيبقى فيه انا مش عارف الدنيا هتمشي ازاي بعد كده، كان في بتاخد داون بيمنت وكان بيوصل ل 20% يقدر ايه يظبط لك الكاش فلو بتاعك من الاول خلاص. انما دلوقتي يعني غالبية الشغل للاسف هنا وفي اماكن كتير ما بتاخدش دفعه مقدمه. فانت لو عندك ناس تقدر تصد معاك موردين مثلا، تشتغل معاك شهر شهرين ثلاث شهور، وبعدين انت تبقى امين معاهم كشركه او كاداره، ولما يجي لك الفلوس بتاعتك تروح موزع عليهم وتخلي سمعتك في السوق كويسه وما تضيعش مع حد، وبرضه الناس بتوعك برضه ما تصدمهمش، يبقى ايه؟ يبقى انت قوه شركه المقاولات مش في الفلوس، والمشكله مش الفلوس، المشكله ايه؟ اداره الفلوس. طيب الموضوع ده اول حاجه بنعملها احنا بنحدد المشكله. مشكله كبيره وعريقه تعرض لمشاكل ماليه مع البنك تؤدي الى انهيار الشركه. طيب مطلوب اعاده بناء الهيكل التنظيمي للشركه. لازم نعيد الهيكل التنظيمي لان
يعني ميرلي وقعت خلاص وتطويرها وانقاذها من الانهيار. لازم تطور بقى بشكل علمي بقى، مش الله اي حد بيعمل اي حاجه. وهي دي المشكله الحقيقه يعني، قابلتنا كتير يعني. يعني ياما دخلنا الشركات تلاقي الشركه مثلا خمس ست ادوار ومكاتب ايه واسم ايه ومشروع قد ايه. طب فين الاكل التنظيمي يا اخوانا؟ اه عندنا عند، طب هاتوا يعني ضلوا ايه صباح يعني. بتبقى الموضوع يعني ايه معتمد على ايه؟ على قوته، معتمد على الفلوس. انما الحقيقه مش عايز اقول كورونا، لا مش كورونا اللي فضحت الدنيا، الموضوع من قبل كده، من قبل كورونا، من كثر عدم استخدام الاداره صح. فتالي سبب ايه؟ الشركات كتير وقعت. طيب هنقول الموضوع هنحله ازاي؟ طيب مطلوب حل المشاكل مع البنك ودراسه كيفيه الهروب من الازمه. يعني هي اهم نقطه اساسيه ان انا احل مشكلتي مع البنك واعرف ازاي ان انا اتفق معاه ان هو ايه؟ ان هو نرجع نعمل يعني ايه سيستمايزنج للايه للقروض اللي انا واخدها او للتمويل اللي انا واخده او الى اخره. ودي بتبقى احسن للبنك واحسن للمقاول قبل اي حاجه. يعني احنا في مصر حياتنا زمان او زمان لكم كم سنه عشان ما تتخضوش، كان يعني احد خلاني الله يرحمه اللي هو اتعلمت على ايه الشغل والكلام ده من اخره، كان بيحكي زمان يعني زمان قوي لما كان في يهود في مصر وتجار كبار. كان يبقى مثلا ايه واحد محل، واحد فاتح محل مثلا بتاع اقمشه، وطبعا بياخد الحاجه وبيدفع في وقته. فتيجي مثلا المحل مش عارف يسدد، صاحب بقى التاجر اللي هو اليهودي ده اللي هو صاحب راس الماسح الصفار الكبير اللي هو ساكن الجمله، ما يروحش بقى يخرب بيته ويشتمه وانت مش عارف ايه وانت ايه. لا بقول لكم على الفكره دي لان احنا ايه يعني دي العلامه اللي متعلمه في الحياه. يروح يقعد معاه يقول له انت ايه مشكلتك؟ يقول له انا عندي اصناف كذا 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 ما بتمشيش وما بتشتغلش وما بتتباعش ودي مقفل الدنيا. يقول له هاتها كلها، ياخد منه الحاجات اللي ايه اللي هي فعلا ما بتتباعش. يقول له طب ايه اللي بيتباع كويس عندك؟ يقول له كذا وكذا وكذا وكذا. يدي له قيمه بالبضاعه اللي هو خدها، يدي له قيمه ايه اللي هي ماشيه يعني. ما يسميش يقولوش بقى اصطفل بقى ولا انا بقتلك ولا كل ده. فدي انا طبعا مش بقول اليهود كدين يعني، انا بتكلم على البيزنس مان اللي هو عايز يبقى بيزنس مان. يعني مش انا ليا فلوس عند حد في البيزنس ان انا يعني ايه اعمل بهذا الكلام. الله يرحمه احد علماء الاداره في السعوديه الله يرحمه اللي كان ماسك مشروع الحرمين كان بنفس القصه. يقول انا لو مقاول تعثر في نص المشروع انا ما مشيهوش ولا اتخانق معاه، انا اقعد معاه اشوف مشكلته. والله عنده مشكله في التمويل نعرف ايه الحكايه، لو 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 عايز تمويل ممكن نعمل يعمل لنا خطاب ضمان وندي له فلوس لو عايز بشكل او باخر وهكذا. يعني دي الاداره. يعني الاداره مش ان انا ابقى اشتغل شغل عادي بقى كل حاجه سهله وسالكه واديني بشتغل، لا الاداره بتبان بقى، حسن الاداره والخبره بتاعت المدير بتبان في المشاكل. خلاص بتبان في المشاكل، وده اللي احنا هنفكر فيه النهارده وهشوف مع بعض النهارده. وانا مش عارف هل في وسيله ان احنا نسمع بعض ولا مش، بس يعني هنقول يعني. فمطلوب حل المشاكل مع البنك ودراسه كيفيه الخروج من الازمه. هل حل الموضوع ممكن؟ الكلام ده 2016 17 18. طيب من المؤكد ممكن مع التعامل مع المشكله الخاصه بحلول خاصه. ما ينفعش ان انا ابقى عندي مشكله خاصه او مشروع خاص واتعامل معاه بحل عام. يعني هل انا لما يبقى عندي مثلا انا ببني محطه نوويه زي ما ببني مثلا تاورز او زي ما ببني مثلا قريه سياحيه او زي ما ببني كباري؟ لا، المشروع الخاص عايز اداره خاصه. هو الفانكشن زي هي الريسورس زي هي البروسيدر زي هي الطرق هي هي المراحل المشروع السبع هم هم لكن التعامل مع المشكله الخاصه بحلول خاصه.
يعني ايه الكلام ده؟ الدراسه الفنيه للمشاريع المموله من البنك 8 مشاريع، وانا ايه اللي خلاني قلت 11؟ خلاص يبقى هم 8 مشاريع، مفيش مشكله، الارقام احنا بنتكلم على عموم يعني في 8 مشاريع مموله من البنك. هنعمل ايه؟ اول حاجه الدراسه الفنيه للمشاريع المموله من البنك. يعني ايه الدراسه الفنيه؟ يعني ان انا باخد المشروع اعرف الستيتس بتاعته، ومن فضل الله سبحانه وتعالى عملنا لهم ريبورت هنا اسمه ايه؟ يعني يعني تقرير حاله المشروع، جهاز المشروع من اول يوم لاخر يوم، هي صفحه واحده، صفحه واحده A3 حط فيها كل حاجه ويبان لك كل حاجه. يبان لك المشروع ده قيمته قد ايه، مدته قد ايه، المشاكل فيه قد ايه، حل المشاكل قد ايه، كان ده اخره. مشروع مشروع بنعمل ايه؟ زي ما احنا بنعمل في لما بنيجي نعمل بلاننج لاي مشروع بنعمل ايه؟ بنعمل ايه الورك بريك داون ستراكشر. وانا بعمل بريك داون احط مثلا ده مشاريع دي كل مشروع لوحده، وكل مشروع لوحده اخش في ان ديب واجيب كل الداتا بتاعته، اشوف المشروع ده موقفه المالي ايه؟ موقف التنفيذ ايه؟ الموقف الفني ايه؟ فاضل له قد ايه؟ قيمه اللي فاضل قد ايه؟ مستخلصاته قد ايه؟ هل ليا فلوس اقدر اعمله ولا ما عنديش؟ كام الفلوس دي؟ هل اقدر امشي ازاي واعمل ازاي واشتغل؟ دي الاول الدراسات الفنيه. يعني انا فوجئت الحقيقه وانا بشتغل في الكلام ده كله ان كل مشروع فيه امكانيات غريبه الشكل. يعني كل مشروع فيه ماتيريال، فيه مان باور، وفيه كل حاجه، لكن مش شغاله. مش شغاله. عداد فلوس وعداد مصاريف شغال، بس مش ايه؟ مش منتج. خلاص؟ وفي ريسورسز موجوده، مشروع لقينا فيه اخشاب كتيره جدا، مشروع لقينا فيه مواد كتيره جدا، مشروع لقينا فيه مهمات معدات كتيرة جدا. فيبقى لازم انا ايه مشروع مشروع اعمل ايه؟ ان انا ايه اعرف احدد الظروف الفنيه الاول فنيه. خلاص؟ هنتفرج على اسمه ده. خلاص؟ بعدين نمره اثنين الدراسات الماليه للمشاريع المموله من البنك. انا دلوقتي عندي 8 مشاريع. المشاريع دي في مراحل مختلفه. يعني في مشروع خلص منه مثلا 95%. ماشي؟ طيب في مشروع تاني خلص منه 10%. في مشروع تاني لسه ما استلمناش او وقعنا العقد بتاعه وعايزين نبتدي. فدي عناصر هامه جدا 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 اللي هي اقدر ان انا اعمل برايورتيز للموضوع. ممكن اسالكم رايكم؟ ايه رايكم لو يعني احنا قلنا عندنا مشكله؟ خلينا نتكلم في الحته دي الاول، الان نخش مواضيعكم الاخر. عندنا مشكله. انا في الشركه وعندي مشروع خلص منه 95%، مشروع خلص منه مثلا 70، مشروع لسه في اوله، يعني وقعنا عقده ومنتظرين بقى ناخد الدفعه المقدمه، ومشروع تاني مثلا في 40% 30% الى اخره. حد ممكن، هل ممكن نفتح حد يرد عليا ويقترح عليا اعمل البرايورتيز دي ازاي؟ يعني اهتم بمين اول؟ يعني انا عايز تفكير، الموضوع اصلا مش ما هوش ما فيهوش تعقيد، ما فيهوش قواعد جامده، ما فيهوش حاجه. هل في حد ممكن يقول لنا او يقترح علينا يعمل ايه لو عنده مشروعات بالشكل ده؟ طب هل انا سؤالي واضح؟ هو الماركات مش شغاله ولا ايه؟ يعني مش عارف. لو كده نشوف على الشات، انا اسمع صوت النهارده لان النهارده يعني كنت بتمنى ان يبقى في يبقى مع كان نتكلم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده. طب هل في حد عنده حاجه يرفع ايده مثلا او نشوف؟ ها؟ ما فيش حد يعني انا مش عارف. اسك تو انموت. خلاص لو في اي حد يعمل انميوت. انا عملت انميوت للناس كلها يعني مش يعني طبعا محمود والشباب دولت يعني شاطرين ومحافظين الحاجات دي 100%. بس هل في حد ممكن يعمل انميوت ويدخل يقترح عليا ايه رايه؟ يخش يحل ازاي؟ طب هل في يعني فيش اي حد عنده يعني
يرد علينا او يفتح يرفع. طيب هنكمل. طيب فهنا الدراسات، قلنا هنعمل الدراسات الفنيه، وده اتعمل يعني نصمم لنا نموذج عشان نلم الداتا كلها اللي في المشروع بكل ما فيه من امكانيات، بكل الموقف بتاعه، موقف الاداري والمالي وكل الريسورسز اللي فيه، كل حاجه اللي فيه. هذه الدراسات الايه الماليه للمشاريع المموله من البنك. في مشروع هياخد اكتر من الشغل اللي فيه من البنك، في مشروعات تانيه لا ما خدتش التمويل بتاعي. فكل مشروع لازم يتاخد كوحده واحده، ايه ونحدد الموقف بتاعه، الموقف الفني، الموقف المالي، وابتدي اعمل برايورتيز للتنفيذ. خلاص هيبقى ايه؟ الدراسه الفنيه والهيكل التنظيمي للمشروع للشركه السابق والحالي. لان احد الاسباب طبعا في وقوع الكلام ده كله ان الهيكل التنظيمي بتاع الشركه ما هوش محطوط بشكل علمي. ودي يعني بيبقى في صراعات، بيبقى في يعني ميول، بيبقى في حاجات يعني بشكل او باخر. فايه اول هيكل التنظيم مش معمول صح، معمول مثلا افقي جدا، بحيث ان صاحب الشركه قاعد مثلا بي 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 بيدير كل حاجه، بس الواقع ان ما كانش المشكله ما كانتش موجوده كده. كان في الفيرتيكال مانجمنت، كان في الفيرتيكال اورجانيزيشن اللي هو كانوا اثنين ثلاثه توب في الاداره بتاعت الشركه، ومختلف ما هماش على بعض، ايه ما تحسش ان هم تيم يعني. طيب الدراسه الفنيه لهيكل التنظيم للشركه السابق والحالي، لازم اصلح هيكل التنظيم بتاع الشركه باساس علمي. هيكل التنظيم ده احنا اتكلمنا عليه وازاي اعمله، وده بيبقى ايه طبقا للاعمال، طبقا للبوست بتاع الشركه، طبقا للخطه نفسها. يعني اول حاجه بتدخل على الموقع، بتخش على المكتب الفني، المكتب الفني بتطلع على الكواليتي اشورنس، الكواليتي اشورنس بتدخل على الكونستراكشن، بتعمل وهكذا. فايه بحط الهيكل التنظيمي بتاعي طبقا للايه؟ الترتيب بتاعي وطبقا للحجم. الدراسات الفنيه لباقي مشاريع الشركه والغير مموله من البنك ب 11 مشروع، ب 11 مشروع اللي هم الغير مموله من البنك. خلاص؟ طيب ليه؟ لان هو انا بتكلم دلوقتي على شركه، فكل مشروعات الشركه لازم اعرف بالظبط المشروع ده وصل لفين، محتاج فلوس قد ايه، انا هاخد منه الفلوس قد ايه. اللوجيك الحقيقه هقول لكم بقى، ما دام انتم مش عايزين تقولوا، المفروض انا ابص لحاجه، ايه اقرب مصدر للفلوس اللي عندي. لو انا عندي مشروع فرض فيه 5% اركز عليه، اغلط 5% اعمل الختام بتاعي واصرف الختام، ادي مصدر فلوس. خلاص. النوع الثاني ان انا عامل المشروع اللي عندي مخلص فيه اعمال اكتر بكتير او اكتر من القيم اللي انا واخدها من المستحصدات اللي وصلتني. اقوم اركز ان انا اتابع المالك عشان اعمل مستحصدات جديده او اقدم المستحصدات اللي اخدها. الحاجه الثالثه، انا عندي مشروعات بوقعها جديد، المشروع الجديد ده انا باخد فيه كان يعني زي ما كنا بنوصل ل 20% مقدم. يبقى البرايورتيز الثلاثه في الترتيب بتاعي ان انا اشتغل بيهم. الحاجات بقى اللي هي في النص اللي فيها 40 50% 10% 20% دي ايه هتمشي بقى اوتوماتيك. خلاص. فدي الفكره، ان انا ببحث مصادر التمويل بتاعتي اول حاجه، دي واحده. الحاجه الثانيه ان انا مع البنك بعمل اعاده جدوله لايه بعمل برنامج زمني للشغل بتاعي، وبعمل كاش ان كاش اوت، كاني بعمل الشغل من اول وجديد، بعمل كاش ان كاش اوت، وبظبط يبقى عارف الكاش ان كاش اوت بتاعي قد ايه، واروح للبنك اقول له والله احنا كذا كذا كذا، ونقعد ايه مع بعض. وما فيش واي حد يعني اي بنك عاقل بيعمل كده يعني ما حدش بقى يقول له انا خلاص ده انت ايه وبقى طرف بقى وانا هخرب بيتك، يعني ايه ما حدش هيكسب، كله هيخسر، ده بقى ضايع، ده مش عارف ايه، يقول لك ده انا خربت بيته، ده انا قفلت له الشركه، ده لا ده مش بيزنس. البيزنس ان انا ازاي احافظ على البيزنس وعلى استمراره وعلى الفكر
في السوق او الشغل اللي معايا، سواء المقاول او سواء المعمل. طيب الدراسات المبدئيه المطلوبه بقى ايه؟ في دراسات الماليه لكل مشروع على حاجه والغير مموله من البنك. يعني الدراسات الماليه لازم تتعمل لكل مشروع على حاجه. موقفه المالي قد ايه؟ انا مخلص شغل قد ايه؟ فاضل لي شغل فيه قد ايه؟ هل انا خدت العلاقه ما بين الكاش ان والكاش اوت بتاعي؟ هل انا عملت شغل بحجم المستخلصات اللي انا واخدها ولا ليا فلوس عنده؟ خلاص يبقى انا ايه؟ ده كل مشروع على حده، خلي بالك. وغير ممول للبنك سواء كده او كده، ما اصل نفس المبدا. لكن بتفرق بتاعت البنك ايه؟ بتاعت البنك هيتعمل لها نوع من اعاده الجدوله بقى والاتفاق مع البنك والمناقشات، وطبعا ايه؟ يعني انما الباقي اللي هم مش في البنك دول بقى بتبقى يعني ايه؟ مش بقول مشكله اخف، لكن انت بتحلها بتقدر بقى تحطها وذين المشكله اللي عندك. يا ترى الكلام واضح؟ الكلام واصل كويس؟ ولا فيها ولا في مشكله ولا في حاجه؟ انا عايز اسمع حد يرد يعني. الخبره في الموضوع يا الولاد، خلي بالكوا احنا بنتكلم ده، خلي بالنا برضه عشان اقولك على حاجه. معلش، ما احنا كلنا، ما حدش زي ما بيقولوا احنا صغيرين، ما حدش بيتولد بشنب. يعني احنا كلنا كل يوم بنتعلم. انا شخصيا بيرسونال كل يوم بتعلم. انا ما مش يعني بنقرا اي حاجه بتطلع جديده، لان البروجكت مانجمنت دلوقتي ده بيطلع كل يوم فيه موضوعات جديده، وبيطلع فيه كل يوم تقدم جديده. الانفورس تكنولوجي دخلت فيه، الارتفيشال انتليجنس دخلت فيه، كل حاجه اللين، كل الكلام ده كله دخل فيه. يعني ايه؟ ما فيش انما الوقت احنا بنتكلم ماشي على ايه؟ تفكير منطقي. واللي عايز سؤال يسال، يعني اللي عايز سؤال يسال، هل الكلام واضح؟ وهل يعني هل الكونسبت ماشي ولا ايه رايكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طيب باشمهندس روماني، باشمهندس روماني، معلش، ما انت دلوقتي انت هتاخد الخبره. يعني انت يعني انا بعيشك دلوقتي في المشكله، واحنا مع بعض بنفكر فيها، وهي اوريدي اتحلت. يعني احنا مش لسه هنحلها ولا هنعملها. فانا بقول لكم الموضوع ده لو قابلك تعمل فيه ايه؟ لان خلي بالك احنا اتكلمنا على الكلام ده في المحاضره رقم 2. انت عشان تقول ان انا داخل اخد شهاده مدير مشروع دولي، بتاخد ليفل، بتكون دارس البروجكت والبورتفوليو والايه والبروجرام. وفي هتلاقي حتى الكي بيرفورمنس انديكيتورز بتاعت الايه كل واحد، وهو كلهم واحد بس بتزيد كل اداره البروجكت موجوده. وال عندنا الفرق. طب وايه المشكله يعني؟ باشمهندسه رغده، ما انت استشاري او مالك، ما انت ممكن يحصل عندك نفس المشكله. يعني انت كاستشاري او مالك ممكن يحصل معاك نفس المشاكل. الفكره في طريقه الحل. يعني انا اشتغل ازاي؟ يعني مش مشكله خالص. ولو مش كده بنشوف حاجه. يعني الكلام واصل و بالظبط ازاي افكر كمالك بالظبط كما اول مظبوط. يعني لازم انت يعني تبقى حاطط يعني ككوميونيكيشن، تبقى فاهم الايه انت كمقاول كمالك او انت كبي ام او. وانا على فكره انا كان في تفكيري ان انا النهارده عايز اعمل اكمل بقيه الكواليتي. يعني الكواليتي انا عايز اجيب لكم شويه حاجات بقى من مشروع كبير قوي، شركات كبيره قوي، اللي هي الكواليتي مانيوال والكواليتي بلان
والانسبكشن ريكويست والكلام ده والدوكيومنتيشن والكلام ده كله اخره. لكن الحقيقه موضوع عايز تجهيزات كتير، فان شاء الله يعني وي دو اور بيست يعني ان شاء الله. عشان كده انا جبت الموضوع ده النهارده وقلت يعني ايه ندي نفسنا فرصه كمان. وبعدين قلت في نفس القصه ان شاء الله باذن الله تعالى عندنا الموضوع بتاع الفيدك باذن الله تعالى برضه، ده هياخد منها خمس ست محاضرات يعني تستعدوا له، ده هيبقى يعني ايه حاجه حلوه. يعني انا بحاول الحقيقه يعني زي ما قلنا احنا في من هنا الشهر يناير الدنيا هتولع جامد، فانت ما تبقى عارف الكلام ده كله وعارف الفيدك وعارف الايزو وعارف الكلام كله اللي بنقول عليه ده وعارف ايه دي مشروع وعارف يعني ايه الكلام ده كله، هتقدر ان انت يعني ايه. وزي ما اتفقنا برضه عايزين برضه الانجليش يتظبط خلاص. طيب قلنا الدراسات الماليه كل مشروع على حده وغير ممول من البنك، الدراسات الماليه والفنيه المجمعه للمشاريع وعمل خطه عامه لاولويات التنفيذ، ده كل ما اتكلم عليه من شويه. ان انا هشوف والله في مشروع مثلا فاضل له مثلا 10% ويخلص، مشروع فاضل له 5% ويخلص، بحط اول مشروع اللي هو ناقص 5% وخلاص اركز عليه اخلص، مش هيبقى هو لوحده يعني انا هتصرف في كاش يخليني اخلص المشروعين دول مع بعض خلاص. ده هيبقى انا خلصت المشروع بقى اجري اعمل المشروعات بتاعتي، واللي يجيني من ده ابتدي دي الدراسه الماليه بقى اللي هي الكاش فلو، يعني ازاي اتصرف في كاش فلو. وزي ما قلنا الموضوع لا كتر فلوس ولا قله فلوس، اداره الفلوس اداره الفلوس خلاص. طيب وما فيش شركه في الدنيا بتبتدي كبيره، انا يعني شركات كبيره ودخلتها وكانت يعني مع شغل مش عايز اقول بمليارات، والحقيقه قلت لهم بصوا انتوا 4 سنين مش هتكونوا موجودين، وما مشيت من عندهم وكده بتكلم مع ناس شركه مقاولات ثانيه اقول انت يعني ايه انت بتهزر يعني تقول ان انا، وحصل فعلا 4 سنين كامل. هي حسبه يعني انت متوقع خساره قد ايه، راس المال قد ايه، بتخسر كل سنه قد ايه، تقدر تحدد يعني. هي مش مندل ولا سحر ولا شعوذه، لا حسابات. طب بعدين تخطيط نظام العمل في الشركه باستخدام برنامج اي ار بي تخطيط موارد المؤسسات، في نظام الانتربرايز ريسورس بلاننج خلاص. دي احد الحاجات الهامه جدا يعني ايامها كان في مثلا حاجه فيها 11 12 موديول وكانت بتتباع على بعضه كانت بتاخد فلوس كتير قوي. دلوقتي الموضوع بقى الاي ار بي موجود في كل حته وبقى يعني افيلبل لاي حد بيتاخد، حتى ممكن تدفع في الشهر ممكن حاجات بهذا القبيل، وبتاخد الموديولز اللي انت عايزها مش كل الموديولز. والاي ار بي انتربرايز ريسورس بلاننج ده بياخد لك الشركه من اول البني ادم ما بيدخل لغايه ما بيطلع من اول مشروع ما بيبتدي لغايه ما تسلمه كايه كفاسيلتي او كاوبريشن. طيب تطوير نظام العمل في الشركه والمشاريع وعمل نظام اداري لها، كل ده احنا بن ايه ماشيين بارل، احنا بنصلح لما كل مشروع بنحدد له الناس بتوعه، بنبص بنعمل الهيكل التنظيمي بتاعه برضه. نخلي بالنا من حاجه ثانيه ان في حاجه اسمها كوست اوف اورجانيزيشن شارت، ان انا اي مشروع في الدنيا الاورجانيزيشن شارت بتاع الموقع المفروض ما يزيدش مثلا عن 5-6% من قيمة الإنتاج الشهر. يعني أنا أما بدرس ال 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 الكاش إن والكاش أوت بتاعي والفاينانس بتاعتي بلاقي إن أنا مثلا في الشهر مثلا بعمل مثلا مثلا ب 10 مليون 10 مليون 7% 13 مليون مليون قد إيه؟ 700,000 مش كده؟ طيب يبقى أنا التكلفة بتاعت الهيكل التنظيمي في الموقع لا تزيد عن 700,000. اذا زادت يبقى انا قصرت في حاجه لازم اعيد دراستي. لو نقصت يبقى كويس يعني يبقى احنا يبقى الاستيميشن برضه لان برضه دي دراسات. يعني الدراسات الماليه هي اهم حاجه في المقاولات. يعني الاداره الماليه اللي عنده اداره ماليه قويه بينجح. اللي ما عندوش اداره ماليه قويه الله يكون في عونه. الحصول على الايزو 9000 و14000 و45000 في خلال السنه الاولى. ده كل دي الخطه اللي انا كنت عاملها. ان كل ده هنعمله. ان انا بحول من حاجه ماشيه يلا ولا نظام
الى حاجه ايه ماشيه منظمه جدا ومش عافيه، لا ومش خيال ومش مكلفه ولا حاجه. خلاص بنعمل الاجر 9000، لان انت النهارده ناس كتير جدا بتشتكي بتقول ايه، انا ده درست اداره وبقيت اي بي ام اس سيرتيفايد وخدت بي ام بي وخدت برنس 2 وخدت مش عارف ايه ودرست ايه واخدت مجموعه الشهادات من اول اخرها، ومع هذا انا ما استفدتش حاجه و و و الى اخره. ما هو ده ليه؟ طيب المفروض نحلل، يعني السؤال ده سأل كتير، فانا كنت بقول ده ليهم على الفيسبوك او على اليوتيوب او اي حاجه يعني. لو مخوان انت كويس قوي انك تصرفت على نفسك وتحط على تراك مظبوط، بس انت بقيت مدير مشروع ممتاز خلاص، لازم تدير مشروع منظم، لازم تدير يبقى عندك نظام. عشان كده برضه لما بدات نشتغل معاكم هنا عملنا ايه؟ عملنا الايزو. يبقى انت عارف عن ايه الايزو، لو دخلت في الايزو هتعرف ان انت بتنفذ المشروع بتاعك ازاي، بلان دو تشيك اكت الدائره زي ما كنا بنتكلم عليها، وقلنا ال 10 فصول ال 10 ابواب بتوع الايزو واشتغلنا عليهم وعرفناهم كام اول الاخر. وانا فاضل بس ان انا ايه ابين لكم الايه الكواليتي مانجر والكواليتي بلان والانسبكشن انتس بلانز والكلام ده كله اول اخره. هنحاول ان شاء الله احنا نديكم اقصى حاجه، يعني هنجيب حاجات مشروعات كبيره قوي، مشروعات كبيره مليارات، في مشروعات اسكان مليارات موجوده وشركات عاديه يعني في كده وفي كده. فان شاء الله بس يعني دي جانب اجهزها، يمكن تاخد محاضره او محاضرتين مش اكتر، بس انا قلت يعني ايه يعني النهارده نتكلم على الموضوع ده. هل في حد شايف الكلام اللي احنا بنقوله ده مش مفهوم او في مشكله او في حاجه؟ معلش على قد بقى ما انا قادر يرد عليا على الشات او يرفع ايده يقول حاجه يعني اعرف بس. ها بسم الله الرحمن الرحيم، كلام كله واضح وواصل، واضح وواصل يعني تمام. طيب الحقيقه انا كان نفسي النهارده اكون في المكات مفتوحه والكلام ده كله، بس انا مش يعني مش بروفيشنال في عمليه الايه التعامل يعني. وانا اعتقد ان انا موجود هنا ك ك ك ك ككو هوست. مين الهوست؟ مهندس احمد حسام موجود؟ مهندس احمد حسام موجود؟ موجود يا باشمهندس. طيب شوف طريقه لو حد عايز يتكلم، عايز يعني الموضوع النهارده عايز اخذ وعطاء، ف يعني ازاي ان احنا نقدر عشان يعني يبقى في رياكشن، واخد بالك؟ فشوف هل اذا كان في حد يعني عايز حاجه او اذا كان كويس لا كويس كويس انك مبسوط يا باشمهندس، كويس قوي كويس قوي. طيب طبعا انا كده اطمئنيت، فاللي عنده اي حاجه يرفع يقول انا عايز اتكلم او حاجه انا جاهز. انا النهارده ما هياش مش محاضره جافه، نتكلم على كلام عملي، نتكلم يعني بنتكلم على مشكله عمليه ونتناقش فيها ونسمع راي ودي لا انا ممكن نعمل كذا. انت ممكن واحنا بنتكلم دلوقتي تقول لي والله مش حسين ده الموضوع ده كذا ده احنا ممكن راي كذا ده، انا فاهمين؟ فيبقى احنا ايه حصل بينا وبين بعض ايه يعني الكوميونيكيشن خالص. فهنا حصل على الايزو 9000، الايزو 9000 ده اللي احنا اشتغلنا عليه ماشي، ده اللي هو الايه بيعمل السيستم كواليتي سيستم اللي هو ازاي بتشتغل الشركه من اول خير. 14000 ده بتاع البيئه الانفايرمنت، وال 45000 ده بتاع الايه؟ السيفتي والهيلث. خلاص؟ سيفتي والهيلث والسكيورتي يعني. يبقى ايه ناخد الكلام ده كله فين؟ في السنه الاولانيه، يعني احد الخطط اللي هي بنعمل خطه بقى عشان نشوف احنا عامل هنصلح الموضوع ازاي. طيب دراسه اساليب التمويل المستقبليه للمشاريع بواسطه انظمه وشروط افضل. يعني لازم اكون برضو كشؤون ماليه، انا هوريك الكلام ده كله، انا دخلته تحت في الشير. يبقى انا دلوقتي يعني احد المشكلات اللي بتحصل، انا ممكن قوي اكون ان انا وانا داخل البنك وانا بتفق معاه ما كنتش عامل مثلا كاش ان كاش اوت مظبوط، وحصل معايا مشكله وما خدتش فلوس اللي تمشيني. فيبقى لازم انا ايه
ادور على اساليب التمويل. ممكن اقول انا مثلا مولت مع بنك بيشبه مثلا يعني، فلازم ايه اساليب التمويل المستقبليه لمشاريع بواسطه انظمه او شروط افضل. اشوف ايه الشروط الافضل ان انا اقدر امول عن طريق شركات استثمار، عن طريق مشاركات، عن طريق الاينسز، عن طريق اي حاجه. طيب، عمل برنامج زمني لتنفيذ الخطوات السابقه يعتمد على حجم وكفاءه الطاقه. ده اللي احنا لسه في البلاننج. يعني كده بنقوله ده احنا مش بنعمله كده وخلاص. لو احنا بنعمل برنامج زمني، انتوا فاكرين احنا ما درسنا التايم مانجمنت وشوست مانجمنت عملنا ايه؟ احنا عملنا رحله لشرم الشيخ لو تفتكروا. عملنا رحله لشرم الشيخ حطينا فيها اكتيفيتيز وحطينا فيها كريتيكال باث وحطينا فيها كوست وحطينا فيها كاش ان وحطينا اكس وحطينا كل حاجه. انا كان قصدي اقول الكلام ده ايه؟ ان احنا لازم يبقى في رابط القواعد نفسها. انت اول حاجه بتفكر فيها انت بتعمل ايه؟ بتعمل ورك بريك داون ستراكشر. زي ما قلنا دلوقتي انت عندك مثلا اللي هو 19 20 مشروع، من ضمنهم احنا قلنا كان واحد مع البنك والباقي بره، ودول انا هوريكم دلوقتي الشيتس الاكسل اللي كنا شغالين عليها وهوريها لكم. الموضوع ابسط ما يكون. فده بيتعمل برنامج زمني الخطوه الاولى. خلاص؟ الدراسه مثلا الدراسه الفنيه للمشروع الفلاني. خلاص؟ مين اللي هيعمله؟ فلان الفلاني. يبقى التيم بتاعه هيعمله في وقت قد ايه؟ في كذا. او هو هيقول يعني هيبقى يعني برنامج الزمن برضه نخلي بالنا برضه دي احد الاخطاء الشائعه اللي برضه ايه اللي هي يعني طلعوا بسببها بقى اللين بقى والسكرام والكلام ده كله داخل فيها الاي تي. انما ما فيش حاجه اسمها بلانر يقعد يعمل المشروع لوحده من اوله لاخره. هذا الكلام انا في حياتي ما عملتوش. انا بعمل يعني كنت بعمل على البريمافيرا ايام ما كانت بي 3، لازم يبقى قاعد معايا كل الناس اللي هتشتغل، يعني الكونستراكشن مانجر، الالكتريكال ديبارتمنت، الكهربال ديبارتمنت. لو انا مش مدير المشروع يبقى في مدير المشروع. انا بقى لي زمان قوي مدير مشروع، يعني بقى لي سنين طويله يعني. بس انا كنت دايما ببقى البلاننج بتاع المشروع ببقى يعني ايه ببقى بلانر وانا معايا، يعني ما بسيبوش ما يتوهش. فانت بتعمل بلاننج. يعني دلوقتي في اللين مطلعين ايه؟ فيلوزفي اوف لاست بلانر. لاست بلانر اللي هو اللي هينفذ. فاهمينها ازاي؟ فالكلام ده كله اللي فاهم يعني ايه مانجمنت من الاول خالص لازم يكون مطبق هذا الكلام. ما هوش محتاج حد يقول له تعمل ايه. لما بيقول مثلا الايتريشن لازم يبقى مثلا كذا، لا ده انت لو انت فاهم بروجكت مانجمنت هتعمل اللين ده لوحدك. مفيش حاجه اسبوع اسمها اسبوع يعدي وانت ما انتش عامل ستيتس بتاعت المشروع بتاعك، كوست وتايم وكواليتي كل حاجه. ده تقرير بتعمل فيه كل حاجه وبتعمل عليه كل حاجه بتاع الارتيريشن بتاعك اسبوع. فانت كده يعني كل الكلام اللي احنا موجود في الـ في الـ في الـ في اللين واللي موجود في السكرام وموجود في الاجايل كان بقول اخره، لو انت بتشتغل بروجكت مانجر صح هتلاقي نفسك بتعمله. وده ان شاء الله زي ربنا اعطانا عمر ان شاء الله هنتكلم عليه في وقتها. يعني ما حدش يتخض من الكلام اللي بنسمعه والتكنولوجيا اللي بنسمعه. ما حدش يتخض منه. يعني ما اقولكش سكرام تتخض، ولا اقول لك اجايل تتخض، ولا اقول لك اللين تتخض، لا. وما اقولكش يعني اهم بلاك بيلت او انا ماستر بلاك بيلت او انا، لا ما تتخضش. دي يعني كل واحد لازم تبقى عارف ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. والكلام ده كله اتكلمنا عنه وان شاء الله ربنا يزيدنا عمر كل ده هيتوضح واضح. ماشي. طيب، اولويات خطوات تنفيذ الدراسه الماليه والفنيه المجمعه للمشاريع. المشاريع اللي قررت على الانتهاء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي بالحد الادنى من الكوادر الفنيه والماليه وذلك تسليمها وصولها مستحقاتنا منها. الكلام اللي كنا ايه؟ بنتكلم من شويه. بس احنا اتكلمنا بدري شويه عن ايه؟ عن لان الموضوع بسيط اصلا. يعني المشكله انت تاخد المشكله او تحللها. ما هو البروبلم سولفنج تكنيك اعتقد احنا اتكلمنا عليه. انك ازاي تحلل المشكله وازاي تعرف اسبابها وازاي
تعمل جاب اناليسيس تحل ده فرق بين ده وده زي البلان دو تشيك اكت، يعني بلان خطط دو اشتغل تشيك اللي هو الفرق بين الاثنين، وبعدين ايه اكت اون ذا ديفرنس. فهو ده يعني كل الحاجات دي كلها ده الابلكيشن بتاعها. فهنا دي اللي كنا بنقول شويه ان المشاريع اللي قربت على الانتهاء بالحد الادنى من الكوادر الفنيه والماليه وتم تسليمها حصولا على الصحه قاتله ما. يبقى دي اول حاجه ان كل مشروع بعد ما اعمله هوريكم دلوقتي الدراسات اتعملت ازاي والورق اتعمل ازاي، هنتكلم عنها. طيب المشاريع المطلوب البدء فيها حتى يمكن الحصول على المقدمات والسيوله النقديه تساعد في النهوض بالخطط الماليه والكابيتال الشركه. وده كان ما احنا قلناه. صح؟ طيب دراسه المديونيات المقاولين والموردين وجدولتها مع السيوله النقديه المخططه للشركه. ما دلوقتي انا مرتبط بيا مين؟ مقاولين وموردين. للاسف في ناس بتغلط غلط جسيم. اما يقع في مشكله ايه؟ ياخد حق الناس. يبقى عنده موظفين مثلا ما ادهمش حقهم. دي حصلت معانا بيرسونال، يعني ما فيش حد ده. يعني يعني بقول ايه؟ ال 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 يعني ده شغلانه دايره خلاص. فما يجي مقاول بقى، يعني انت اي شركه وليك مستخلصات مثلا او ليك مديونيات او ليك اي حاجه عنده وخلاص، ما هو خلاص هو قرر ان هو بيبوظ بقى ومصمم ان هو يبتاع مش عايز، على حساب ايه؟ على حساب ان هو ياكلك. انت فاهم ازاي؟ او اللي يعمل كده خلي بالك اللي بيمشي كده او يعمل كده، انا بتكلم عن تجربه مش بتكلم على 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 كلام. مثلا مش هقول لك ربنا بينتقم، لا ده لو ربنا بينتقم ده اسهل انواع الانتقام. لا، اللي بيعمل كده ما بيبقاش عنده استعداد ان هو يدي الحقوق، وعدم استعداد انه يدي الحقوق بيفسد سمعه المكان مهما كان مهما كان. يعني انا اذكر واحد مهندس كان بيشتغل معايا زمان قوي هنا، كان راح امريكا. معلش انا اسف النهارده يمكن كان بيشتغل شركه كبيره جدا جدا جدا. خلاص هو قرر ان هو يرجع. قلت له يا ابني اقعد كمل شويه خد الباسبور بتاعك. فقال لي خلاص انا عرفت من امريكا دي ولازم ارجع، والحمد لله زي الفل ومهندس معماري عظيم يعني، ده واحد قد ولادنا يعني. فهو ماشي وخلاص وسقفوا له متشكرين جود باي وثانك يو فيري ماتش ويو ار موست ويلكم اني تايم. خلاص نازل على السلم خلاص لقى واحد مش مسؤول ماليه بيجري وراه بيقول له سير يو هاف ذيس اماونت on a check it was missed you have to take it. دول لا هم مسلمين ولا مسيحيين ولا شركة عادية، مش عايز اقول كمان هم حاجة تانية خالص، مش عايز يعني مش عارف انا مش مش معجب اصلي بـ 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 مش منبهر ولا معجب بأي حد، بس انا عايز اقوله ايه؟ كل ما كنت حقاني وما بتضيعش حق حد وبتسعى ان انت تدي كل واحد حقه وبما يرضي الله، بما يرضي الله بصحيح مش ياكلك ويقول لك بما يرضي الله. لا مش اسمها كده، ليك حق لازم تاخده في قواعد حتى ومش ماضي عقد. ناس كتير عامله كده دلوقتي، ناس مارسين كتير جدا 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 ما يعملكش عقد واشتغل خلاص ويفضل يحوش معاك وبتاع كان يقول اخوه وانت مضطر تشتغل. ما يعني ما احنا كلنا عارفين الدنيا فيها ايه، ويجي في الاخر يقول لك ايه متشكرين جدا احنا الدنيا مش ماشيه معانا وكذا ومتشكرين. طب يا ابني فين حقي؟ انا بتكلم على حاجه خاصه بس على عموما. يقول لك لا ما انا يعني ايه بتاع يا ابني انت كده انت بتظلم. لا انا ما بظلمش، امال بتعمل ايه؟ انا ربنا زنقها عليا وبتاع ويحلل لنفسه حاجه زي كده. ما يعرفش بقى ان ربنا سبحانه وتعالى ان اللي اتاخد منه حاجه او اتضاع حقه هياخد في الدنيا وفي الاخر. خلاص؟ طيب. والترند ده بيتعرف عن اي مقاول او اي شركه. لما بتتعرف خلصت، ما هو مش هيروح لها حد، واللي هيروح لها هيبقى عامل حسابه من الاول ان هو ياخد حقاته اول باول. سواء اخدها بطريق ال 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 بتاع افتكرت دلوقتي والله انا عندي برزنتيشن ما عايز اجهزه اللي هو علاج المشاكل في شركات المقاولات. ان شاء الله ان شاء الله افتكرت دلوقتي والله انا بكلمكم هعمله لكم ان شاء الله، وده بيبين في كل مشاكل تكملها لاخرها بقى. طيب دراسه المديونيات المقاولين والموردين، يعني هنا مع الدراسات اللي بتتعمل للمشاريع لازم احط
المديونيات للمقاولين للموردين او للموظفين او اي حقوق احطها كفاكتور وفاكتور اساسي. مش هسدده كلها مره واحده، لكن اللي له مثلا 100 هديله كل شهر 10 مثلا. يعني اظبط نفسي بحيث ان انا وانا بشتغل احسس الناس ان انا مش باكل. ان لما بيحصل كده ما بتصلحش، ولو ربنا بقى غضب عليه هيكسبه كتير قوي، وهيعتقد ان ده صح، وهيقع بقى وهو كبير قوي بقى. طيب، فهنا دراسه المديونيات للمقاولين والموردين وجدولتها مع السيوله النقديه مختلفه الشكل. طيب، نمره 4، دراسه وتقييم مقاولي الباطن والموردين الجدد والاستعانه بالاقوياء منهم لتدعيم الخطط المستقبليه لتنفيذ المشاريع. في الكيس دي ممكن في ناس تقول خلاص انا يعني ايه صرفت اللي عندي ومش قادر وخلاص ما عنديش اكمل معاك. يعني مقاول برضه كان شغال معاك او مورد كان شغال معاك وخلاص يعني نشف، يعني المشاكل اللي انت حصلت معاك مش قادر يشتغل معاك ولا قادر يمول حاجه ولا قادر يعمل حاجه. في الحاله دي نعمل ايه؟ بجيب مقاولي باطن موردين جدد واستعين بالاقوياء منهم لتدعيم الخطط المستقبليه لتنفيذ المشاريع. بس في نفس الوقت بيبقى مؤكد للي له فلوس انه هياخدها. مؤكد لازم ياخدها. لازم. برضو انا افتكرت قراءه دلوقتي لل في حاجه ليه؟ احمد في حاجه في الصوت؟ في حاجه في الصوت؟ في حاجه في الصوت؟ شمس احمد بس انت فتح الصوت، فانا مش عارف هو بيسال سؤال ولا في مشكله عنده. طيب ما تقدرش تعرف مين؟ مهندسة رغدة حضرتك بتسالي سؤال؟ تمام ولا ايه الاخبار؟ نكمل؟ طيب انا هفصل الصوت على الكل، ولو في حد عايز يعمل سؤال هيعمل رايز هاند وانا افتح له المايك من عندي. تمام؟ ماشي براحتك يعني. انت حلو جدا. طيب احنا قلنا ان كنا بنتكلم في ايه؟ دراسه الهيكل التنظيمي لكل مشروع على حده وتكلفه الهيكل التنظيمي ومناسبته لحجم المشروع او المشروعات التي يديروها هذا الهيكل. فدي برضو دي نقطه مش ناس كتير بتعرف، اللي هو تكلفه الهيكل التنظيمي. هيكل التنظيمي بتاع الشركه اللي بيبقى مدروس على اساس البرودكشن مش حجم المشروعات. خلي بالك مش توتال فاليو. لا انا مثلا في مجموعه انا السنه دي كشركه معايا حجم مشروعات مثلا ب 100 مليار. السنه دي هعمل منهم 30 مليار انتاج. ال 30 مليار دول هم دول الاساس اللي هحسب عليه بقى الهيكل التنظيمي بتاع الشركه، الهيكل التنظيمي بتاع كل مشروع الاكسبنسز، كل الحكايات اللي موجوده في الكوست. طيب هذه دراسه الهيكل التنظيمي لكل مشروع على حده وتكلفه الهيكل التنظيمي زي ما بنقول دلوقتي ونسبيه حجم المشروع او المشروعات التي في هذا الهيكل. في حاجه في ال يعني نفتح المناقشه بعد العرض. ماشي يا باشمهندس. ماشي يا باشمهندس. طيب اوكي. طيب حصر جميع موارد الشركه، الموارد البشريه والمواد والمعدات والتمويل لاي اسس. هو ده كلام اللي برضه احنا قلنا عليه قبل ما نخش على الاستراتيجي من الاخر. ولازم كل مشروع اعرف هو ايه. يعني انا فوجئت ان مشروع مثلا فيه كل النجاره بتاعته، ما كانش حد متخيل لما رحنا وعملنا لجنه والناس راحت لقوا كل النجاره فيه. المشروع لقوا فيه كميه حديد تخلصه وتخلص مشروع ثاني جنبه. يبقى ايه؟ يبقى هي النقطه هنا. انا اشوف الريسورس شكلها ايه؟ تبص تلاقي مثلا ايه المشروع محطوط عليه مثلا 5 مهندسين
وما احتاجش اكتر من اثنين. فدي لازم اعرف الموارد. احنا قلنا الموارد اللي هم ايه؟ الفور ام، مان باور، ماتيريال، ماشينري، ومن. خلاص. واي اصول واي تمويل اي حاجه خاصه بيها موارد الشركه. بالنسبه للشركه بقى يعني انا كشركه ابقى عارف انا المبيعات اللي عندي قد ايه، الورش اللي عندي قد ايه، الناس كلها قد ايه، ابقى دارس وعارف. مش هو الموضوع على فكره يعني مش صعب، بالعكس ده الموضوع سهل جدا. لو لانك لو حطيت النظام بتاعك مره واحده خلصت، هتشتغل وهتشتغل زي الفل وعمرك ما هيحصل عندك مشكله. طيب هنا بقى تحديد فريق العمل اللازم لتنفيذ هذه الخطه. وده ده هيكل تنظيمي مش بتاع الشركه بقى، لا بتاع الطاقم اللي كنا بنشتغل مع بعض. مين؟ مدير المشروع من فضل الله، يعني يعني شكلا يعني رسميا يعني ايه في فوقيه مدير وحاجات كده، كان عايز هو اللي يبقى بتاع ماشي يعمله، بس براكتيكالي كنت انا اللي بعمل الكلام ده من الاخر. تحديد فريق العمل اللي لازم تنفيذ الخطه. لازم ده اللي هو احنا قلنا ايه؟ بلاننج اورجنايزنج. الاورجنايزنج ده عباره عن ايه؟ تحديد فريق العمل اللي لازم تنفيذ الخطه. لازم يكون الثاني كان بلاننج، دلوقتي بقى الاورجنايزنج، يعني فريق عمل هتبقى عارف، وعارف كل واحد هيجي امتى، وعارف كل واحد هيعمل ايه، وعارف ده مهندس ولا ملاحظ ولا مراقب ولا مساح ولا محاسب. عارف بقى فريق العمل لتنفيذ الخطه دي، او دوكمنت كنترولر، او اسمه ايه ده، كوانتيتي سيرفينج، وهكذا. طيب تحديد مسؤوليات كل عضو من اعضاء الفريق. احنا هنا بنعمل حزبون، لما بنعمل بروجكت يعني اللي احنا بنعمله ده مشروع اصلاح او اعاده هيكله شركه، ده مشروع في حد ذاته مشروع. فهنحددنا فريق العمل لازم الخطه دي تحديد كل واحد مسؤولياته ايه. مفيش تضارب في المسؤوليات، وفي اجتماعات يوميه وفي اجتماعات اسبوعيه وفي متابعه وفي برنامج زمني بنراجعه وهكذا. تحديد اسماء جميع المطلوبين للتعاون معهم من الشركه او من غيرها مع التحديد المطلوب منهم. يعني انا ممكن اخد ناس من الشركه قدام، وممكن ايه انا احتاج لحد من بره. يعني لا يعيبني لا يعيبني بالمره ان انا اقول والله انا محتاج مثلا مهندس مثلا بحاجه معينه، محتاج مثلا بلانر كويس، محتاج يعني ان انت تجيب حد يعني يعمل لك اللي هو فريلانسر بيزس، ما فيش مشكله خالص. لقيت ان انت الهيكل التنظيم بتاعك محتاج ان انت تجيب حد بتخصص معين، مش اي مشكله خالص. خلاص. فتحية اسماء جميع المطلوبين للتعاون معهم من الشركه او غيرها مع التحقيق المطلوب منها. خلاص. طيب عمل برنامج زمني يشمل كافه خطوات العمل اللازمه لعمل التطوير. اتفقنا احنا لما عملنا بريك داون في الاول بنعمله ليه؟ بنعمل اكتيفيتيز. الاكتيفيتيز دي بربطها ببعض، وبعمل يعني الحاجات دي كلها على فكره انت كمدير مشروع، احنا كلامنا بنعمله بايدينا والله دلوقتي. ان اي مشروع بعمله بايدي الاول، مش في الديتيلز زي بقول النجاره الحداد مش عارف. يمكن ما اعمل الكلام ده لو انا عندي حاجات متكرره بعملها مره واحده، يبقى انا عرفت الدنيا ماشيه ازاي بايدي. لازم اعرف بايدي. يعني البرزنتيشن اللي عملناه بتاع موضوع العمره ده او الرحله بتاعت شرم الشيخ ده مهم جدا. لازم انت كبروجكت مانجر عندك قدره انك تحسب الفيت كامباس بتاعك وتحسب المشروع بتاعك. مش تعملش بقى 500 اكتيفيتي، لا 20 30 اكتيفيتي ومع بعض ده عادي خالص. خلي بالك مهم قوي. سرعه الانتهاء من تنظيم الملفات السابقه للشركه والمشاريع. انتم ما تتخيلوش انا وانا بحضر الكلام ده كنا مصورين طبعا. ما تتصوروش انا لما رحت زرت الشركه والمكان، ما تتخيلوش الفايلات كانت عامله ازاي والملفات كانت عامله ازاي. حاجه تقهر يعني، حاجه تقهر. بس الحمد لله يعني ظبطت كل حاجه كويس. طيب تحديد التوقيتات اللازمه لانهاء كل الاعمال بشكل عملي وعلمي. ده بروجكت حددت له ستارت تو ستارت، فينش تو فينش، فينش تو ستارت، ريليشنز، وحددت له كل واحد محتاج مين اللي هيشتغل، محتاج ريسورسز قد ايه، محتاج ايه يكون طبعا ايه. بحط توقيتات لازم لانهاء كل الاعمال بشكل عملي وعلمي. بنعمل زمن بنعمل زمن. طيب عمل نظام اجتماعات اسبوعيه. لسه بقول لكم عشان يقول لك لين. انا لين اهو
اللي يقول لك اجايل، انا اجايل اهو، انا عندي اجتماعات اسبوعيه ده مؤقتا لغايه ما ندخل في الاجايل ونشوفه مع بعض ونشوف ايه حكايته. هنشوفه مع بعض ان شاء الله بس قدام شويه، لان انا مؤمن ان ما ينفعش نتكلم في الدين والاجايل والكلام ده كله واحنا لسه ايه، لازم نبقى عارفين يعني ببني على حاجه عندي خلاص. عمل نظام اجتماعات اسبوعيه لفكره العمل، متابعه ما تم التحفيز من الاعمال، عمل نظام تقارير لرفع مستوى اسبوعيه على تطور الاعمال. خلي بالك ده مش تطور الاعمال اللي في الشركه، لا تطور الاعمال بتاعه الفريق. الفريق له اهداف، له اكتيفيتيز، له برنامج زمني، فانا لازم كل تقارير بعملها عشان ايه؟ ابعتها مستويات العليا اللي هي ايه؟ اصحاب الشركه مثلا او الى اخره. ترتيب زيارات المواقع ومكاتب الشركه والمكاتب والورش. وده فعلا حاصل، ده فعلا حاصل. تم تحديد كل مشروع في، يعني بقول لحضراتكم انا لقيت مشروع في كل النجاره بتاعته، لقيت مشروع في كميه حديد لا تتخيلوا. لكن في امكانيات كثيره جدا 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 نظرا ان مفيش خطط علميه مظبوطه والناس بتفكر تفكير مظبوط. الكلام بتلاقي عندك جايب حاجات كثيره جدا واللي ربطت لك الدنيا والكاش فلو بتاعك باص. انت حطيت فلوسك هتحطها في شغل او في حاجه، حطيتها في ماتيريال او في حاجه وجمرت معاك. طيب زرع روح الفريق والرغبه الاكيده والثقه في النجاح ان شاء الله. يبقى انت الناس اللي هتشتغل كلها في عمليه الاصلاح دي لازم تبقى حاسين ان هم ايه، فريق، هم بشر كلنا. ما تقوليش بقى لا ده انت مش ده انا اللي عملت، لا ما عملتش، مفيش مدير مشروع اسمه هو اللي عمل، ولا رئيس حاجه يقول انا عملت الاداره، لا احنا عملنا، احنا. فلازم يكون في روح فريق ولازم روح فريق ان شاء الله. الاهم هو حصول فريق العمل على الدعم الكلي والقوي للاداره العليا للشركه. دي اهم حاجه بقى. ليه بقى؟ للاسف في امور نفسيه كتيره جدا مش قد كده. بمعنى ايه؟ لما تكون انت ودي بتحصل غالبيتها مع، يعني بتحصل مع كله يعني سواء شباب او شباب زينا يعني، ان انت لما تشتغل في مكان وتحس ان انت اقوى من مديرينك او اقوى من التوب ليفل بتاعك بتسبب لك مشاكل كتير قوي. فدي برضه دي احد النصائح اللي انا بنصح لابنائنا واحفادنا وزمايلنا المهندسين. حاول على قد ما تقدر قبل ما تبين اي حاجه تشوف الشركه دي نظامها ايه اللي انضمت لها، الناس اللي فيها نفسياتهم شكلها ايه، وعايزين ايه، وما تطلعش بقى ايه كل اللي عندك. يعني ما تروحش تتكلم كلام انا بقوله ده كله من الاول كده مره واحده، لا خليه في مكان الانترفيو. اه ماشي هيفرحوا انك عارف كله، هيفتكروا كلام نظري فمش فيش مشكله حاجه. انما لما تشتغل بقى سعادتك عايز ايه، كذا كذا كذا، اشتغل زي ما هو عايز وانت ماشي بقى ايه في دماغك انك تصلح. ماشي الكلام ده ما هوش علمي قوي لكن ده كلام عملي، عشان في ناس كتير بتبقى مستوى عالي جدا وما تقدرش ان هي ايه تتاقلم مع الحاجه. والى غد اكثر اشراقا واكثر نجاحا للجميع. ايه رايكم بقى في البرزنتيشن ده؟ هل هو كبير؟ كده احنا مش هقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلوقتي، هنقول اي اسئله وهنقول ايه؟ خلينا انهاء العرض، خلينا ننزل الكلام ده، نبص مع بعض على ايه؟ على ال 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 الشيت ده. دي على فكره الكلام ده ما كانش في عمليه منطقه الرياض، انا بس التشيت ده انا كنت عامله يعني انا صممته بنفسي، يعني ده خاص بيا انا بيرسونال يعني، ونجح معايا كويس جدا. نموذج تقرير حاله المشروع. طيب احنا بس عايزين ننزل دي تحت شويه عشان ايه، عايز اقول العرض ده واخليه 75% موافق اوكي. طيب عندنا بقى ايه البروجكت نيم، يعني عندنا دي كل بند من البنود اهي، ومشروع مشروع، هيبقى ده مشروع، مشروع تاني، مشروع ثالث،
مشروع رابع وهكذا. خلاص دول على فكره مش المشروعات دي اللي بقى، ده موضوع تاني يعني. ده انا فاما بمسك اي بروجكت او اي بورتفوليو او اي حاجه بعمل هذا الكلام. نقول لكم الجزء العربي وهروح هناك. خلاص طيب اول حاجه بتلاقوها في المشروع ايه؟ مدير اسم المشروع، ماشي، موقع المشروع، رقم المشروع، مهندس الاتصال مقابل الامانه. هيك احنا مش عارف امانه الرياض، بس انت هنا لو هو المشروع اللي هو مع استشاري او الى اخره، ماشي. استشاري المشروع مين؟ فلان. مقاول المشروع ده ال 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 الشيت المختصر لايه؟ اللي هتحط فيه كل الداتا. هتبان لك دلوقتي، هتبان لك، هتشوفها. تاريخ بدء المشروع، قيمة التعاقد، تاريخ بدء المشروع، تاريخ انتهاء المشروع طبقا للعقد، المدة المقضية في المشروع، المدة المتبقية في الشهر، تاريخ آخر مستخلص وقيمة آخر مستخلص، نسبة التنفيذ الفعلية حتى آخر مستخلص، هيبقى إيه؟ السبعة اللي هو قيمة التعاقد، أو العكس اللي هي نسبة التنفيذ على إيه؟ على قيمة التعاقد. ما انت ايه نفذت قد ايه؟ دي حاجات سريعه بقى، مش بتكلم على ايرنج فاليو، بتكلم حاجه، بتكلم على ايه؟ احنا فين يعني؟ خلاص؟ نسبه التنفيذ المخططه تبقى البرنامج الزمني حتى اخر المستخلص كذا، نسبه الانجاز حتى اخر المستخلص كذا. طيب دول 16 نقطه، دي داتا. طيب ده عباره عن ايه؟ عندنا هنا ادي في سبع ثمان نقط هنا، هم عباره عن ايه بقى؟ تاخر المشروع يعد نسبه انجاز اقل من 100%. خلاص؟ انت كل مشروع بتدرس البرنامج الزمني بتاعه. وانت بتدرسه بقى فبتحط بتقول ايه؟ النشاط بتاعك ايه؟ اسباب التاخير ايه؟ في ريبورتنج او مفيش ريبورتنج، مفيش ريبورتنج يبقى عاده ايه؟ الناس الشغاله اللي تقولها. ودي بقى ايه؟ الانشطه بقى كل واحده يعني طبعا كل مشروع فيه ايه؟ يلاقي فيه نشاط اثنين ثلاثه اربعه، مش لازم يبقى تعمل انشطه ايه؟ تعبانين. بس انا بوريكم يعني ايه؟ وعلى فكره ده مش منقول من حته. ده انا مصممه وبنفسي، واحنا برضه احنا اشتغلنا في الحته دي وعملنا لقاء على ايه؟ تصميم النماذج. وده حاجه من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لمدير المشروع. لازم يعرف ازاي المعمل يصمم النموذج اللي هو يمكن يشتغل بيه. طبعا لو في ايزو او في اي حاجه بيبقى مريح جدا انت كاداره فنيه او اداره ماليه مشتركين في الايزو انهم بيعملوا النماذج دي مع الشغل معاهم بالايزو. طيب اسباب تاخر المشروع في حد نسبه الانجاز اقل من 100%. اسباب التاخر بقى ايه؟ احنا قلنا اهو نشاط متاخر، اسباب التاخر الملاحظات. خلاص؟ ده لكل مشروع، خلي بالك يعني ده المشروع الثاني. المشروع الثالث اهو يعني هنقول ايه؟ تم ايقاف تنفيذ المشروع في 15/2/1932 بسبب تعارض تنفيذ المشروع مع عدد المشاريع الاخرى. تم تحويل كميات المشروع للتنفيذ، تنفيذ المشروع وتطبيقه وتحسين طريقه الخلاص الذهبي. باشر المقاول اعماله في 10/11 كذا كذا، طلبنا المقاول ببعض البرامج زي ما انت عارف. اسباب تاخر ذلك ده كل ايه؟ ده كل المشروع. ماشي الحال؟ طيب هنطلع بقى بعد كده اللي بعد كده. عندنا ايه؟ الأنشطة حاجة بالمشروع مقابل البرنامج الزمني. ماشي؟ في أنشطة حرجة الكريتيكال أكتيفيتيز. ماشي الحال؟ طيب بيبقى النشاط، تاريخ النهاية المخطط، تاريخ البداية المخطط، تاريخ النهاية المتوقع، تاريخ البداية المتوقع، ملاحظات. يبقى الكريتيكال أكتيفيتيز اللي موجودة بإيه؟ بحطها هنا. طبعا حجم المشروع هيبقى باين فيه. وموقفها ايه من البرنامج الزمني؟ هل هي ماشيه مش ماشيه؟ دي برضه ده الكل ايه؟ ده الكل يعني كل مشروع لوحده بيندرج بهذا الشكل، وده الكيوميليتيف. ده الكيوميليتيف بتاع الايه؟ بتاع الكلام. ماشي؟ طيب نطلع فوق هنا. المشاكل والمعوقات لتقدم المشروع ومقترحات حلها مع الاطراف. شو وصلنا للبند كام؟ للبند 19. يعني عندنا 19 نقطة بند لازم يتمر. المسلسل الطرف المطلوب مين؟ ريسبونسبل بارتي.
يعني الموضوع ده مين مسؤول عنه؟ اسم المسؤول، ده الطرف المسؤول الاول، استشاري، المالك او الباطن والى اخره. الحل المقترح ايه؟ اخر خطاب او طلب للحل التاريخي ايه؟ هكذا. ماشي الحل؟ يبقى ده ايه؟ ده اللي هو اللي بنسميه وهنا برضو البروجكت مانجر كان يوز اديشنال شيتس فور ايتم 17 صفحه. الايتم الاخرانيه ممكن تحط شيتس زياده عندك، ممكن ما تكفيش اللي فيها ايه المشاكل وحلولها. ده ايه نموذج تاعه المشروع، وده من الحاجات اللي هي عملتها وطبقت وكانت ايه كانت كويسه. طيب طيب بعد كده وفيه بسم الله الرحمن الرحيم وفيه هو في حاجه اكسل. بسم الله الرحمن الرحيم ده مش شغال ولا ايه؟ لا ده في حاجه ظاهره هنا. شوف كده اهو اهو. طيب سكت. ايه ده عباره عن ايه؟ ده برضه خلي بالكم ده مشروع من المشاريع اللي موجوده، مشروع ده كان فيه ايه؟ 662 وحده. انا يعني بجيبها لكم ليه؟ عشان تعرفوا ايه الحصر اتعمل ازاي؟ يعني ده كان عباره عن كم فيلا؟ 662 فيلا. ماشي؟ مش قليل. واحد القياس الكميه الفيلا الواحده، ده احنا عشان ايه نحصر المطلوب هنا. طيب تعال هنا يبقى احنا ايه؟ ادي الحفر، ادي كل البنود اللي في المؤسسه، عدد مال الفيلا، عدد الفيلا المتبقي، الكميه المتبقيه، الانتاجيه الشهريه الحاليه، الاعمال الحاليه اليوميه. دي البيانات اللي احنا ايه؟ عايزينها في ايه؟ في الكلام ده كله. ماشي؟ ده مشروع جيزان ده. طيب طبعا انا مش فاكر، بس انا كويس ان انا لقيت الحاجات دي عندي عشان يعني انت اوريها لكم. طيب اعمال المباني، اعمال المباني بلوك، المشروع ده كل دي البنود اللي هي الايه؟ اللي في المؤسسه. ادي اعمال التشطيبات، ادي الدهانات وكل حاجه فيها، الكميه الكليه او الكميه الايه؟ اللي اتنفذت، الفيلا المتبقيه يعني. دي ايه؟ ده عدد الفيلا المتبقي صفر، يبقى ما فيش حاجه هنا. ده فاضل 58، يبقى ايه؟ ده الشغل المتبقي. ليه؟ احنا هناخد الكلام ده كله وهيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ مقايسه جديده، فكر جديد، شغل جديد بتاعنا. ماشي؟ طيب ادي الزون جي اهو، نفس القصه اهو، نفس القصه برضه اهو، بس البلوك جي على اجمالي الفيلا ده 81. كميه الفيلا برضه دي ايه؟ كل الايه؟ يعني جهد، خلي بالنا يعني هو بسيط وكل حاجه، بس لازم يبقى معاك تيم، وتيم امين، وتيم ما يجيبلكش حاجه ناقصه او ما يجيبلكش حاجه مش مطلوبه او دي او خلاص. برضه هنا عدد الفيلا المتبقي والكميات المتبقيه. الكميات المتبقيه دي يعني دي اللي انا هشتغل عليها بقى ايه؟ كتخطيط او كبلاننج للمراحل اللي بعد كده. الزون اي اهي، ادي البلوك اي، كل دي زونز موجوده. بلوك دي، بلوك سي اهو، نفس القصه، عدد الفيلا الاجمالي كام وما اخره. الزون بي اهو نفس القصه. ماشي الحال. والزون ايه؟ ادي اهو الاجمالي الفيلا. واضح الكلام يا حضرات؟ ان احنا بنعمل هنا ايه؟ بنشوف احنا الكميه المتبقيه في المؤسسات ايه؟ عشان انا هعمل برنامج زمني من اول وجديد. مش هقعد اعمل كل الكميات اللي موجوده، لا. هعمل برنامج زمني كاني بقى واخد مشروع جديد خالص. ماشي الحال يا حضرات؟ ماشي الحال؟ في اي سؤال؟ في اي حاجه؟ على الحبس. طيب I stopped. I'm sharing it. I share screen this out. Okay. طيب معلش انا خلاص بقى ايه عرفت الموضوع. عندي كده بدل الماتيريال انفنتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شير سكرين. هنا جافا فورس اتندي 600. الماتيريال فين الماتيريال؟
في حاجة. طيب هو انا، طيب خلاص انا عن ايه بقى عملنا ده، خلينا نشوف ايه اصلا يعني. مش هنقول طيب ادي ايه، ادي الكومباني، طيب ادي المشروعات اهي خلاص. طيب البروجكت نيم اهو، دول كل المشروعات، كم مشروع؟ 19 مشروع ماشي. ادي بروجكت نيم اهو، الاونر. وكان خلي بالكم من حاجه، اللي كان بيشتغل في دول مش عرب بس، في فلبينيين وكان في هنود وكان في مصريين وكان في سعوديين وكان في لبنانيين، يعني كل الجنسيات. عشان كده ايه ده بنحط الايه الانجلش والعربي يعني مع بعض خلاص. طيب ده دي الدنتال كولج في الدمام، مينستر اوف هاي اديوكيشن الدمام، الكونتراكت فاليو كذا، البروجكت تايب سكول، كونتراكت ديوريشن 36 شهر، البروجكت ستارت ديت، ماشي الحال خلاص. يبقى هنا اهو اهو ده ادي ايه الكونتراكت فاليو، ادي البروجكت تايب، ادي الكونتراكت ديوريشن مانث، البروجكت ستارت ديت، يعني كل دي الداتا بتاعتها. الموبايل نمبر بتاع مين بقى؟ بتاع بروجكت مانجر لازم يبقى عندك ماشي. وده بقى الماركس بقى، يعني ده اون جوينج بات هولد، ده اون جوينج بات هولد، ده ريميننج سناجز، يعني ده مشروع من المشروعات مثلا اللي هو ريميننج سناجز، يعني هو خلص بس فاضل له ايه؟ سناكس اللي هي ملاحظات. فده مشروع لازم نبتدي في الاول بيه عشان نخلص سناكس وناخد الايه الختام بتاعنا. طيب دي ادي واحد تاني برضه اهو، اودي ايه ادي مشروع تنسو الجارد وكل الايه الداتا اللي فيه، البروجكت نيم والكلاينت واللوكيشن والكونتراكت فاليو، الكلام ده كله احنا شايفينه دلوقتي معمول، ان احنا اصلا الكلام ده كله بياخد جهد، خلي بالنا. يعني ده هنا مثلا ادي الكيس هنا اهو اون جوينج بات هولد، يعني ماشي بس مجمد، اون جوينج بات هولد، اون جوينج ريكوايرز 5% از بيرفورمانس جارانتي بوند خلاص. يعني هو محتاج مثلا 5% بس بيرفورمانس جارانتي بوند عشان يوقع العقد بتاعه. جاستس بالاس مثلا في اون جوينج بات هولد، اون جوينج بات هولد، اون جوينج بات هولد اكسبكتد 20% اجينست بانك جارانتي، يعني انا متوقع مثلا 20% اخدهم من المالك لو انا جبت جرابتين من البنك خلاص. يعني بقول لكم على ايه، على التفاصيل، اون جوينج بات هولد تو بي تشيكت، يعني ده واحد اهو حاجه سنيرج جيرلز دي ايه تو بي تشيكت، يعني اكيد كان في مناقشه في حاجه مش واضحه او الى اخره ماشي. مصلحه الجمارك هي كذا، هنا بقى ايه ويتنج ليتر اوف انتنت لامب سام بيزس، ده ايه مستني خطاب ليتر اوف انتنت، ويتنج ليتر اوف انتنت، يعني المشروعين الاخرين دول ايه اللي هم ايه مستنيين خطاب السناد. يبقى احنا زي ما قلنا في الاول احنا بنشوف اقل 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 بتاع فين، اقل يعني اقل مشروع ناقصه قد ايه عشان نخلص عشان ناخد الختام بتاعه. المشروع ده مستني الليتر اوف انتنت عشان ناخد المقدم بتاعه، في هنا اكسبكشن في المية اجينست بانك جارانتي. يبقى احنا بنعرف بالظبط رابطة الموضوع بعضها عشان نحدد احنا فين من الموضوع. اوكي طيب استوب. اوكي طيب عايز ايه شير سكرينينج احنا ايه خدنا كده، هو ده اللي احنا شفناه ده. لا 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 واحد تاني. طيب في حاجة بتهنج هنا، معلش معلش في بس فيها. طيب مش مشكلة، الاتام اكستنشن كونتراكت فاليو، الفاريشن اوردر اللي فيه في اي في فاريشن اوردر، التوتال كونتراكت اماونت، كومبليتد وركس، الانبيلد وركس، الحاجات اللي ايه اللي احنا عملناها بس ما خدناش يبقى الفلوس لينا، البرسنتج قد ايه، التوتال ريسيفد ادفانس اند نت
يعني يعني pushes request يعني او خلاص total remaining from PC remaining value from contract value اللي فاضل قد ايه في الكونتراكت فاليو الفاينانشال بانك دي اللي هي الايه المعلومات اللي هي الايه لا في هو ده هنج يعني معلش ما ادريش خلاص خلاص طيب اعتقد طيب بسم الله الرحمن الرحيم ادي ايه مثلا احنا خلينا ده ده مهم جدا ده مهم جدا ده ايه مهم جدا ده الكونتراكتور انتوا شايفين الكلام ده ولا مش شايفينه؟ ده مش في شير سكرين يا دكتور. طب ده هعمل لهم ايه دول عشان اخليهم اعملهم كده اعلم عليهم كلهم واقول لهم شير سكرين ولا اعمل ايه مش عارف. حضرتك اضغط على شير سكرين واختار شير اول سكرين يعني بحيث ان حضرتك كل ما تتنقل من حاجه لحاجه يدانه مفتوح معاك. حضرتك لو ضغطت عليه هتلاقي مش هتختار الملف هتختار حاجه اسمها سكرين. كده حضرتك تقدر تتنقل ما بينهم. ده اخد السكرين دي بسم الله الرحمن الرحيم دي الزوم كده ولا ايه؟ كده برضه طيب هعمل شير سكرين وبعد هتلاقي الاختيار اسمه سكرين بقى اختيار اسمه هتلاقي عندك سكرين ووايت بورد بيزك وادفانسد ده البورشن اوف سكرين باوربوينت فيجوال باك جراوند كمبيوتر اوديو فيديو طيب يعني ده مش كده؟ ايوه الله يفتح عليك الله يفتح عليك طيب ده بقى ايه؟ الله يفتح عليكم دي كده مش شايف الكلام ده؟ كده تمام يا دكتور انا كده شايف تقرير عقود مشروع كلية المجتمع ممتاز دي بقى كده تمام دي بقى بتورينا ايه؟ ده بيوريني المقاولين الباطن اللي عندي او الموردين يعني هنا عندك ادي ايه مصنع المهيلب للخرسانه توريد خرسانه جاهزه والبلوك الالي سعر الوحده كذا وده ايه؟ وده تاريخ توقيع العقد قيمه العقد توقيع الامر العقد يعني دي احد الدراسات الهامه جدا انك بتعمل ايه؟ بتجيب يعني ده المشروع ده كل المجتمع برفحه في ايه ده كل مقاولين الباطن يعني شفت اول باطن عصام اباني فاسع خاص بصاحب عصام المشروع مؤسس عيد الاتيبي تنفيذ اعمال الحفر وهكذا عصام كذا كذا كل دول ايه؟ ادي ايه؟ ادي وادي كمان ايه؟ شركه تقنيه السعوديه اعمال كهروميكانيكيه تصنيع وتوريد تركيب كافه العلوم ده يعني احد الحاجات اللي هي المفروض تحطها في البلان ان احنا نعمل ايه؟ ندرس ال اسمه ايه ده؟ المقاولين الباطن الموردين. طيب ده كريمنال كورت اللي هي المحكمه دي كانت خالصه كانت خالصه تقريبا. ادي ايه؟ تقدير عقود ناس في المحكمه الجزئيه شركه المدور اعمال الخشبيه والابواب غوا الحريق مصنعيات رخام وهكذا تاريخ العقد يعني ده العلاقه او الاعمال اللي فضل مين مع مقاولين الباطن عشان انا وانا بشتغل ابقى محدد ايه الحاجات اللي خالصه وايه اللي جاي والتحديد كل الريسورسز اللي عندي. الكلام واضح حضرات ولا في حاجه ماشي الحال؟ سميت جيتن كولج دمام ادي نفس القصه اهو ادي ايه؟ برضه ادي البيان او عقد المقاول ادي كذا مع ادي الحفر ادي الاعمده الحجريه وتاريخ توقيع يعني هو البيان اللي فوق اهو عقد المقاول نوع العمل قيمه العقد تاريخ توقيع يعني كل ده ايه؟ مشروع اتعمل له هذا الكلام. انتوا متخيلين الجهد بقى دلوقتي؟ لا انسى ده بلاش اللتر. طيب هاي تكنيكال انستيتيوت كل المشروعات واحد واحد اهو
مع عليه نفس الكلام بالظبط، عقود مشروع للمغايرات كسب. ادي ايه الادي، يا اما المقاول يا اما ايه المورد. على فكره اللقاء ده هام جدا على فكره. يعني انا اسف طبعا، انا يعني مش عارف يعني الحمد لله. تقرير عقود مشروع معهد امام الدعوه بالرياض اهو، ادي ايه، ادي المقاولين الباطن اللي فيه ده كده، كان عبد الله حسين اهو ماشي. ادي ايه برضه، بيان والعمل قيمه العقد، شهاده توقيع العقد، مده العقد، وضع العقد ايه او ملاحظات ايه، يعني في عقد اتلغى، في عقد الذي ماشي الطرف الثاني، وهكذا. كل واحد يبقى احنا مشروع حددنا فيه ايه، وحددنا شكله ايه، وحددنا هنتعامل معاه ازاي. خلاص، خلي بالك انت مشروع زي ده زيه زي اي مشروع، انت مش شغال فيه لوحدك، انت عندك كل الناس. يعني ممكن يبقى معاك مهندس بتاع بروكيورمنت بيدرس لك مثلا الكلام ده كله، معاك بلانر شبكه البرامج الزمنيه، معاك الناس كلها بتشتغل لك المشروع. خلاص، ادي يعني تقريبا ايه الكلام كله تقريبا واحد يعني. ادي ايه، ادي اهو ادي بقى نوع العمل، قيمة العقد، تاريخ توقيع العقد، مدة العقد، وضع العقد كذا اهو. في العقود بتاعتها في جارية، وفي حاجات خلصت، في حاجات ايه لسه. طيب نيل فورس هاوسنج ماشي، مشروع القوة البحرية بجزان ادي اهو، البنود اللي فيه مش كتير يعني. تفريد دفان صب 8 اعمال سكنية بالقوة البحرية ده اتلغى، او تاد خرسانية، اختبار اللي هو البايلز، اختبار تكفيف مكعبات، وهكذا. رويال جارد اللي هي ايه؟ ده مشروع وايه؟ واتلغى. مشروع واتلغى خلاص، يبقى ده اتلغى خلاص، ملوش لازمه خلاص. يعني صاحب الشركه نفسها اللي لغاها يعني. بس لازم يعني يتعمل شغل، يتعمل شغل كامل، ويبقى كلام واقعي. والاشتراك في الشغل ده لازم يبقى ايه؟ قمه الدقه وقمه الامانه وقمه الايه الاتباع. طيب يونيفرستي اهو، حاسين ان في استفاده ولا ايه الاخبار؟ ماشي الحال؟ طيب. احنا خدنا ده وخدنا السب كونتراكتورز ده، خلصناه خلاص. اهو 100. طيب احنا هنعمل برضو ايه؟ يعني هنطلب من ده على طول بقى دلوقتي. هنقول احنا خدنا كيوميليتيف الفاينل كونتراكتنج ال 30 ده احنا شفناها. لا ده بتاع جازان ده احنا شفناها برضو، شفناها. ماتيريال انفنتوري، طيب ماتيريال انفنتوري ده دي الخامات. دي بسيطه، مش بس عارفين برضو ايه الماتيريال. يعني ده يعني كل مشروع برضه ده باسمه، يعني بروجكت سعودي نيفي هاوسنج في الجزائر. الماتيريال انفنتوري اللي هي ايه؟ الحصر كما هو في الموقع، يعني احنا نزلنا الموقع وحصرنا ايه؟ كل الحاجات اللي فيه. خلاص؟ ادي اهو. ادي كل اللي موجود في الموقع. يعني كل حاجه، مواسير، غير الكتريكال ماتيريالز ايه؟ بايبس والبوز بايبس وبي في سي وكيبل وكونكريت بلوكس وستيل ماتيريال، عشان تقولوا ايه؟ يعني مشروعات لقينا فيها كميه مواد وكميه حاجات، يعني ما ينفعش نقف. بس المشكله فين بقى؟ ان اللي بيدير المشروع ما معهوش دراسه ماليه صح، ما معهوش دراسه كاش ان وكاش اوت صح، ما معهوش مهندس بتاع بروكيورمنت انجينير صح. خلاص؟ اجي الرابر بوتس، شوك لاين وباودر، تسيل براش، يعني كل دي حاجات، هامر هاندل، براش هاندل، كل دي حاجات ايه؟ موجوده في الايه؟ في الـ في الـ في, الـ في الـ خلاص ماشي. دي مؤشر معدله ما شفناهاش، ده كويس كويس والله. شكرا يا احمد، يا باشمهندس احمد، والله شكرا يا باشمهندس احمد. يعني ايه ده، احنا يعني ايه عرفنا حاجه حلوه النهارده. هنا بقى يعدي الايه؟ الحاجات اللي ناقصه. يعني احنا
كانت كميه حسب العقد كذا، كميه كذا انتهت، يبقى اللي فاضل كذا، كميه حسب المخطط كذا. خلاص هي برضه دي بقى ايه طبقا للاعمال. ماشي الحال؟ ايه المؤسسه يعني المؤسسه ايه والكلام كله ماشي. ماشي الحال؟ طيب. Improvement milestones. مال ده؟ ايوه. طيب. ده بقى ايه الانفلونس بتاعنا بقى اللي احنا هنعمله. هنعمل ايه؟ عندنا البروجكت نيم، اللوكيشن، الاستشاري، المال وقيمه العقد، المنفذ حتى 19/9 تقريبا للمشاريع، الاعمال المتبقيه، نسبه التنفيذ، كلامكم الاخر. ده طبعا كل ده هيخلص الباقي كله من اوله لاخره. خلاص؟ وايه؟ اللهم صل على النبي. وبيتعمل باقي من اول السطر. يعني دول 19 مشروع اهم. يبقى احنا ايه نعرف ان احنا ايه البلاننج بتاعنا بتاع الشركه كلها. يعني كاني واخد المشروعات على حالتها اللي موجوده دلوقتي وعملنا برنامج الزمن بتاعها ازاي. خلاص؟ طيب. كومباني. بسم الله الرحمن الرحيم. اما هو اللي احنا شفناه. خلاص اوكي. وبعد كده خلاص احنا كل ده شفناه. خلاص احنا كده خلصنا اللي عندنا.